شيخ صالح، في هنا أيضا سؤال يتعلق بالحجاب الشرعي. يقول لي أخت لا تلبس الحجاب الشرعي عندما تخرج من المنزل، نصحتها كثيرا أكثر من مرة ولكن لم تستجب لنصحي، فماذا أفعل تجاهها؟ هل أساكنها؟ هل أتحدث معها؟ هل فماذا أفعل؟ الواجب عليك إلزامها بالحجاب لأنك وليها. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض. فما دامت أنها أختك فأنت ولي لها، يجب عليك أن تلزمها بالحجاب وأن تؤدبها على ذلك حتى تلتزم بالحجاب. نعم.